برهان قولها من جامين وانا عايش في الروس. أنا يا برهان من القسنطينة، عايش في قسنطينة. كريسنودار. أعطيه شغل كيسقس على بيلاروسي، حبيت نقول له بيلاروسي ما كانش كونسيلا، ما في تونس ما كانش، ما تسماش كونسيلا، شغل بيرو برك ما يعدلوش فيها الفيزا. هذه نحكي لك أنا 2016 كيما رحت لتما أنايا، على بالي بلي ما زادوش داروا، ما عندهمش كونسيلا خلاص. في سيد أفريقيا كانت كاينة غير في ليبيا، من بعد راحت في الحرب. كاين الكونسيلا غير في تركيا، اذا حب يدير الفيزا، اذا حب سما نقول يروح لترك يدير الفيزا ويخش، ولا يروح يكري بي ديريكتومون هو ليسك، ما كانش ليسك على الطليان، على تركيا كيما يحب، فهمتني، يروح لالمان يخش المينسك، فهمتني، يسونسي يشري بي برك المينسك، وكي ديمونديو عليه الفيزا يعطيهم برك الانفيتاسيون هذيك اللي رايح، يوصل الناس كان يعلق يعني معاهم، يهضر معاهم يعني يطلب الانفيتاسيون، يشكي عليه ويشري البي مينسك، او يجبد البي برك مينسك. مينسك على بالهم بلي ما عندناش حنا كونسيلا، ما يديرش الفيزا لهنا، ما يعلقش. انا رحت، شوف انا اول خطره زي رحت طلعت للترك، علقت الفيزا في تركيا وخشيت، ومن بعد وليت نخدم ديريكت. انت اول مره رحتي ما رحتي الا خرس. انا اول مره رحتي أول مرة أنا في 2015 أو 2014 مش فيش، أنا رحت تما ما كانش، كانت بيلاروسيا ما يعرفها، فهمتني، خشيت على نعرف. طلعت لترك. أنا كنت في هذيك حاب نطلع لترك نحوس، خشيت لتركيا حوست شوية وعلقت الفيزا، وكنت درو والو، بيلاروسيا. كنت يعني كنت من في فيترنا والو. أنا أول طفلة اللي عرفتها هنايا في بيلاروسيا. عرفتي مدام من بيلاروسيا، أنا ميه عطيتيها للترك، درتي شي دورة تم، هذا الدورة تما. عاوتاني درتي فيزا في الكونسيلات في بيلاروس بالانفيتاسيون من عندها، ولا درتيها غير لا لا من عندها، بس اللي طفل على الفيتاسيون. درتي رحتي بيلاروس؟ قد عطاوك تم كي رحتي؟ انا ما طلع ضايع، يقول لك قدها تحوس، هي في الانفيتاسيون فيها كانت 10 كانت 3 شهور، تحب تعلقها بالكل. انا قلت له ما نعلقهاش بالكل، باسكو ديموندو عليك صوار، عقد ما فهمني، تكتر، عقد ما يزيدوك الدراهم. باسكو كي في تركيا، في تركيا سما يدوموندو عليك سوار، يقول لك اسكو عندك سوار، ما عندكش، فهمت. وانا شغل سما خرجت شويه لسما، صار حنا نكذبوا بزاف، كانت عندي ما واحد الكارت، انا هي كارت بون كارت امريكان، شغل جبتها قدامه، وانا ما نمشيش باللي كي نمشي غير بالكونت، فهمتني، خرجت شغل اون طافيت. كيما اول خطره تاعي في روسيا، بعد طالع ب 200 اورو، حكموني في المطار، قالوا لي وين السوار اللي عندك، قلت لها كاين صوار، جبت البورتفاي تاعي وطيحت الكارطه الاولى، الساعه كارطه كحله، شفتها هزيتها قدامها، الساعه قالت لي ها تشريس كارطه، فكاني شنو فكرت شتي بداية، طب ناليتشني يعني نوضه، فهمتني، شخص بيها هكا في المطار. اه بعدها قالت لي ماشي. ها، قالت لي خلاص خلاص، قالت لي روح روح. والله ما نزعف، قاعد يدوز اي وش راح دير، تقول لك ما عندكش صوار ترجعك في المطار، ما عندهاش مشكله ترجع لي في المطار، نخسر انا 5 ملايين تاع البيه ديك الكيك. رحت لتما وقعدت وروحت وصار المشكل، شوف نهار الضربه تاع البومبي تاع لا بلجيكا، احنا ما ماشي. عندناش صحاب لي، هي صارت مشاكل كي بداو لي بومبي يديروا في المترو وكذا، فهمني، الله يسلمك خويا حمزه، داروا لي بومب، خرج الرئيس بيلاروسيا قال ممنوع لي زالجيريان يعني تونيزي ماروك ليبيا بكل ممنوعين يدخلوا لبيلاروسيا، قفلوا علينا، إرهاب قالوا. فهمت، قالت المرأة سما فما ايش المرأة تعيش، قلت ما نقولها صاحبتي، قالت تجي عندي ديما لتونس تلاقاو، فهمني، أيا من بعد انا دورت ما طاح على لبست المورال. ماشي طاح لها اي حد، نستنى انا ما نقدرش نستنى، ثم الوقت يعدي سبورت تقريبا عامين، ومن بعد فكيت عليا، اي عاودت نافيغيت من جهه اخرى في بوجيت، عاودت بس نافيغيت في روسيا وراح بعد. بيلاروسيا واش عجبك فيها تما؟ كي ضربتي كي قعدتي فيها كلش في بيلاروسيا؟ بيلاروسيا ماشي واش عجبني فيها، انا كي رحت كانت مش مليحه بيلاروسيا، بيلاروسيا كان عندهم بروبليم تاع الصوت كي الجزائر، ما نقولها 100 اورو بجوج ملايين، مش شو متخرج. درك بيلاروسيا ولات احسن درك من في الصوار في كل شيء، باسكو ولات هي بصح بلاد، عندها 100 اورو دير 300 اورو بالبيلاروسي، فهمتني، بصح الواحد رفيق خويا، تحية ليك رفيق وهنا في اللايف. والواحد شو اسمه كي صارت انت بيلاروسيا، شغل البلاد عجبتك بصح الدنيا مضيقة. لا لا مضيفة باهية تفلق. أنا كنت في، أنا رحت لمنسك، ومن مينسك هبطت لفيتسيبسك، هذه بلاصة اسمها فيتسيبسك،
وترباح عشت. فيها الخدمة، فيها الخدمة ولا ما كان والو؟ لا وانا ما اقدر مش هذيك، انا كي راح طلع لهم ما نخممش في الخدمه الساعه، انا خمس لونطورات ساعه، لا عجبني لونطورات الخدمه، اني نخدم ما تكسرش راسك، انا نروح نخدم برهان واعر خلاص يا دوب برهان سيدي سيدي نخدم نخدم انا باسكو يقعد عندك الميتي ما تخافش. درك. اعطينا المقارنة درك بين روسيا وبيلاروسيا. يدك سما البروبليم درك، انا عندي صحابي بزاف في بيلاروسيا، عندي صاحبي لانتي ما يكون في مينسك درك وعايش تما وزاد عنده طفل. الله يبارك. بيلاروسيا عندهم درك بدلوا السيستم كيما الاوروب، اللي يخدموا بالساعه، قديه يخدموا عطينا؟ الساعه بكام، بسات روبل بسانك روبل ديزي روبل، فهمني تخدم بسعة في النهار سلاح توصل حتى 40 دولار 30 دولار في النهار. صلى في بيلاروسيا خيمة في الروسة. دوك يعدي على روسيا هي دوك باسكو كي شفت روسيا بيلاروسيا سيستم واحد، تسمى مش كيما في اوروبا عندهم سيستم يبدا من 1200 ويجي طالع، تحية لك هنا يا عندك سيدي. سمعت بس انت استنى استنى، بالعقل بالعقل، الروبل البيلاروسي، الروبل البيلاروسي شغل كي دير له شغل، دير ترانسفير من الروبل البيلاروسي للروسي للروبل الروسي. اسكو الروبل البيلاروسي غالي على الروسي ولا الروسي غير اسمه غالي؟ ولا غالي على الروسي، ايه بيلاروسي ولا غالي على الروسي، اني قاعد بعدك فاهم فيك 100 اورو بعدك دركا، 100 اورو تساوي كيما نقولوا حنايا 300 دفات تروبلي بيلاروسكي، تسمى فوا 3، بارك. وحنا عندنا 9000، تسمى 100 اورو دير 9000 يا صاحبي 300 300 300، بصح عندك اللي الشهر كان دير 2 ملايين، فهمت عليك. انت درك حاسب كانوا كي فهمت عليك. صفر واحد صفر. قيمة 100 يورو في بيلاروسيا يعطيوك 320 لا روبل بيلاروسي، 600 قبل 300 دوك سا ديبون يطلع ويهبط، والسالير في النهار تماك تقدر تدخل قلت 40 اورو، تدخل قيمة 40 اورو. شوف عندي الصباح عندي صاحبي هنا يخدم، شوف يخدم ب 100 100 روبل كل يوم، 100 روبل روس بيلاروسي، 100 مالي روبل هي كم؟ كيفالون تاع 35 اورو، يوصل حتى ل 40 يخدم ب 30 سا ديبون، ما يخدم 10 سوايع 8 سوايع كيما يحب، و35 اورو عندنا احنا في بالروبل قدام، بالروبل الروسي 35 روبل عندك تافه هنايا قريب تلاقي فيه 3000 روبل، صحيح. سما 50 اورو حنا عندنا يدي 4500 ونحي لها الكاز، تخش تقعد 2900 3000 وحاجه، وش الكرياتيم في يخدم في بيلاروسيا؟ الشاورما، يخدم في صالة الشاورما، فهمت عليك فهمت. وكرياتيم كذا رخيص على الروس ولا كيف كريال كيف؟ تاعك كريال تما كيما لهنا بعد، كيف تبدا من 150 دولار وتجي طالع، سما صافا تما تخدم 40 اورو عندك دو جور تخلص الكرا تاعك، تخدم يومين تخلص الكرا. هما البروبليم في بيلاروسيا ممنوع الباسبور مش كيما لهنا، دوب الناسيوناليتي ما كانش، عندك ناسيوناليتي واحدة يا تحكم تاعك يا دير تاع بيلاروسيا، وكنت حابب تعيش بالإقامة الدائمة؟ تعيش كيما تحب الإقامة الدائمة، تبقى ديما عندك الفيدنا جيستر هذيك وخلاص، تاعهم تاع بيلاروسيا تاع بيلاروسيا تعيش بالفيدنا وخلاص. والباسبور البيلاروسي تاعهم يدخل شغل أوروبا ولا كيف مثلا؟ أنا ما عنديش معلومات عليها بيلاروسيا. لا كيما تاع الروس هما تاني يديروا الفيزا، بص كيما الروس هما سيستم واحد كيما الروس، شغل اوكرانيا كانت كيما هما، وشو اوكرانيا دوكا نحات لها السيستم تاع الفيزا، عندهم 3 مو بلا فيزا من اوكرانيا باش تزيد معلومه تهزها. درك واحد عايش في واحد اكزومبل، واحد عايش في فرنسا راك فاهمها، أنا قلت معك أنا معك له ماكسيموم قداه تقدر تدخل في النهار في روسيا، قداه تقدر تدخل باللورو، في روسيا شو تخدم في روسيا؟ ندير واحد تدخل 3000 روبل 4000 روبل في النهار، نقدر ندخل حتى 10000 روبل في النهار في روسيا 10000 روبل قيمة قداه باللورو 100 أورو 120 أورو، دخلها ستابل يوميا. تقدر تدخلها ستابل يوميا. خاوتي اللي حابين يروحوا لاوروبا انا اليوم اروح كل حبس باش نفهمهم برك، حب نفهمهم برك العقليه دي تاعك في الدخل سواء في روسيا، روسيا روسيا ما عندهاش صالير، في اوروبا عندهم صالير، صالير في اصبر اوروبا ما كاينش فوق 4000 اورو. اسمح لي خاوتي قبل ما يبدا يحكيك يبدا يشرح لك ويبدا يهرب بالك منه
بيحب يجي الروس يجي الكاس نادر عند برهان مرحبا بيه والله، انا نحتاج اللي حاب يخدم يجي عندي، مرحبا بيه. ويعيط واحد يقول لي برهان انا اللي عنده الميت يجي عندي، عنده الميت كيما نقولوا تاع البنيان وكذا، فايونس حوايج عنده نضحكوا برهان نضحكوا شوف برهان نحكي دوكا بيها انت قلت لي في روسيا ما كاين هذيك ما كاينش القيمه محدوده تقدر تدخل حتى مليار كنت حاب تاخذ تدخل مليار تقدر تدخلها تدخل مليار واحد مي يسال عليك مي ديرونجي. عليها واحد في اوروبا اخويا برهان فرضه يخدم نفس الميزي تاعك وعايش في فرنسا ولا عايش في طليان ما يقدرش يدخل كيما دخل انت باسكو في اوروبا درك نفهمك حاجه، اوروبا باغ اكزومبل انا ديكوراتور نخدم لا ديكوراسيون لا بانتشر فهمني، اوروبا يسلك خير مني في روسيا فهمني، بالسيستم تاع خدام نظيف، خدام نظيف وش هي يعني تسمى تخدم لا ويتر تاعك نورمال، تخدم نقولها من 8 ل 5 اخويا في ما اوروبا خدمت يتم، اسامحني في اوروبا تخدم من 8 ل 5 نقولها باغ اكزومبل تدي 100 اورو تاعك والله كل يوم فهمني، اها في روسيا كاع سيستم ما عندهمش الوقت في روسيا تخدم من 24 تقدر تخدم 24 وانا كنت حاب نخدم اخويا من 8 ل 8 اخويا انا في فرنسا نحب نعيش اخويا نخدم دوك تعود عندك الميدي انا عندي الميتي في فرنسا نخدم من 8 ل 8 هتدخل اكثر مني انت في فرنسا في الروسة نقدر ندخل خير منك في الروس. هاني شوف دوك نفهمك كيف دوك باغ اكزومبل نحكمو ابارتمون في روسيا تحكمها نقولها بصون ديس الشكل فهمني، 100 نقول ألف احنا روبل 100 ألف روبل تحكمها ب 100 ألف 120 80 سا ديبون واش تخدم لها فهمني، وكي تحكمها فينيسيون كومبلي توصل حتى ل 250 تخدم فايونس ديال البلافون العيون التريسيدي فهمني، برهان خويا شرح لهم خويا برهان شرح لهم اخويا الخدمه هذه خدم حكي لهم على الخدمه سويس الديكوراسيون هذه بيفهموها ديكوراسيون بانجير قلت لك سما سباغ، سباغ نخدم سباغ، انا سباغ نخدم انا سباغ بصح نخدم سمارولو برك وكذا، نخدم لا ديكوراسيون سما انا عندي لي ديبلوم في طليان عندي فهمت عليك ونخدم مش تبغى عوالي مش حكم صور واضرب ماشي عوالي حاجه مودرن انا فهمني، هذه نخدم كل شيء بان الناس تفهم خدم نخدم بابيير نخدم كل شيء فهمت، بان الناس تفهم ما تقولش اللي يضرب الحيط يقول لك انا جاي نخلص 100000 هنا خصنا لا تكون لا لا ديكوراسيون انا كاع قلت له لا ميدي تاعك لا ديكوراسيون دوك نفهمهم كيف حتى توصل، اني يعني يجوك دوك الناس لازم تفهم ماشي دوك تشرح لهم كلش، لازم الفوبال الواحد يفهم شويه، انا خلي المخ نحكم يبقى بورتما، انا نحكم بورتما ب 100 الف دي روبلي كما نقول لك راح نفهمهم فيها دي الروبل 100000 روبل هي قيمة قيمتها بالاورو تحوز على الاورو 1200 اورو باغ اكزومبل 1200 أورو 1200 اورو 1200 اورو في فرنسا البورتما اكثر من 1200 اورو كيف عاودني؟ في فرنسا باغ اكزومبل قادر تحكم بالبورتما تاع شوف البيت يخدموا فيها في فرنسا من 120 اورو حتى 150 اورو فهمني، في فرنسا كما نقولوا لي زابارتمون يحكموا فيهم ب 600 ب 700 اورو في البارتمان فهمني، اسمع قيمة الابارتمون في روسيا كي تحكمها غالية على ما تحكمها في فرنسا تجي شويه زايده باسكو علاه هنايا اللي يخدموا لا ديكوراسيون اكثر من فرنسا فهمت عليها فهمتني، ولا هنا تقدر تخدم تزرب اكثر من فرنسا، في فرنسا كاين شويه كيما نقولوا احنا اوروبا عندهم كيما نقولها يخدموا ستريك كيما نقولوا يخدموا قلقل الوقت الوقت، هنا في روسيا ما تقدر دير واش تحب اه اذا خدمت تحب تخدم فرنسي واحد اللي يهضر معاك كيغ كونترول واللي يحب يعيش كيما نقولوا ستريكت ما تاع شهريه ينباز هكذا باينه كيما نقولوا عنده الكوارت تسمى يخدم كيما يقولها بلاسيرونس وكذا فهمني، يروح لاوروبا اللي يعود راسه خفيف ويعرف ينافيغي سون يجي لروسيا، روسيا روسيا صح تحب الراس الخفيف صح خليني نجرب اني واللي نشوف يعود عنده يديه طوال، ثم روسيا تقدر ما تخدمش ما تتعبش تدخل صوار بس علاه عندك المعرفة تجيب الصوار لهنا في روسيا، في الأوروب ما تدخلش صوار بالمعرفة لا لا تما لا ديما لا كاين كونترول
لكن شوف انا بين فهم اخوتنا البزنس في روسيا واقع بيزنس احسن من اوروبا بألف راهو البزنس في روسيا يساعدك، يساعد اي واحد حاب يدير بزنس يجي روسيا. عمك في موسكو، في موسكو لقيت واحد مش واحد، وحايد اوزباكستانيين يحلوا شاورما خاوتي. ايماجيني وقدمها شاورما تاعو، قدمها حلوا شاورما مش حانوت، شو العرصة ندور عليها شغل هكا، دير عليها زاوية دوران هكا قيمة متر متر كاري غير متر كاري مفبرك، وقدام وديك باه ينحي منها شاورما ويحطها. لا هذيك اللي يخدم درتها لهم من السانتي في هذيك مليار، 16 متر يخدم مليار، ما تضل ما دام عاد لا كراسة لا والو، اخدم برك في موسكو. بصح ما تنساش قداه كاريها الساعة تما، قداه كريال تما يفوق 300. بيان سير اخي، البلاصه هذيك راهي غاليه بزاف. ايه البزنس لهنا انا واش قاعد نقول، مول ميتي لهنا ما يضيعش في روسيا. علاه سما علاه كي نحكي لك على روسيا، ماشي قاعد نقول لك روسيا خير من اوروبا، باسكو حنا اوروبا حنا دي زالجيريا، ما ننساوش بلي عندنا باسبور اخضر. تسمى باش تطلع لاوروبا راح تجيك شويه صعيبه، صح، بصح باش تطلع لروسيا تجيك شويه في سيل، واللي يقعد عندهم ميتي تسمى يطونتي ديريكتومون روسيا خير من اللي يبقى يستنى. شوف ولي روسيا بس حابين نفهموا خاوتنا اللي عنده الميتي اللي ولا ما عنده عندوش الميتي، الميتي. اللي كان نحكي اللي عنده الميتي، اللي ما وزيد عندوش حاجة، الميتي وغير يقعد في بلاده، راهو يجي لهنا يبكي ليل ونهار، هو راه الحلو اني يجي بلاد تاع اوروبا دي ويعطيوك لاكروا روج، ولا هنا ما كانش لاكروا روج لا والو، لا هنا عندك يدك تاكل، ما عندكش يدك ما تاكلش. قولها لهم ديريكت بين الناس يفهموها باللي انا هضرت لا لا 2000 مرة. انا كنت فاهم اللي عنده الميتي اسمع ولازم تك لا لونغ لا دوزيام، تسمى اللي تسمى جاي لهنا لازم تكون معول على المرأة تاعك، لازم تعيشك العام الاول، والعام الاول لازم تلقى انت لوكازيون باش تتعلم لا لونغ، باسكو لهنا هنا عندهم الماتريال تسمى مول ميتي يفهم، كي نقولوا الماتريال تسمى راح يخدم السيما، لكن ما في يخدم الفايونس يصب الرمل والسيما يخلط، ولا هنا ما كانش سيستم تاع الرمل والسيما، لا لازم تقرا الشكاره تاع السيما، كاينه تاع الارض، كاينه تاع الماء، كاينه تاع الحيط، كاينه تاع البلافون، كاينه تصنع الفايونس تاع المالبر، كاينه تصنع الفايونس تاع الحجره، هنا تختلف الخدمه، هنا يخصك لازم تك لا لونغ، هذه ورا المراه لازم تك لا لونغ، تسمى المراه هي لا باز في الروس، بلا المراه غير فكك، ماهيش اوروبا تتحرق وتعيش وحدك ثاني. وحدك ما تقدرش تعيش. اما تعيش مارغري عندك صور راح تجيك صامده وتجيك ثقيله تعيف، المعيشه اللي هنا تعيف في روسيا وحدك. باسكو روسيا زوج حوايج كاينين، كاين الشراب والنساء، هذا واش كاين في روسيا صح، فهمتي، قالك هنا في قالك روسيا ايوه راه زوج حوايج اللي تلقاه مطايش، سوكت عندك الصوار تلقى النساء وتلقى الشراب، سما تلقى روح مطايش وصوار تطيش فيهم وما دير والو. صح، على ما دير المرأة حق باسكو المرأة لا باز لهنا في روسيا، مش اني كما معاك اوروبا فهمت هذا. وحدك نافيغي تخدم تلم، باسكو علاه في اوروبا يحسب اللورو، اللورو يحسبه بالدينار ما يحسبش المعيشه، كون تحسب لاوروبا تدي 1200 اورو وتعيش 1200 اورو، تعيش 1000 اورو تبقى لك 200 اورو في الاوروب ماهيش صواب، بصح كي دير ترونسفير في راسك عندي 200 اورو 4 ملايين في البلاد، تما افير، تما كنت تفضل كل شهر 200 اورو تبان لك درت لافير، هذه هي السيستم برك قال لك في واحد الاوروب. البرهان، قال لك كيف تعرف على زوجة روسية. كيف تعرف زوجة روسية دوكا، تسمى بكل مواقع ودوكا البحر ما كانش، مال عندك السيد، السيد هو اللي يفكك، كي نقولها كاين البحر روح البحر تونس مصر تركيا، وين كاين الماء تلقى الرواسة، وين تلقى الماء يسيح يروحوا الرواسة، نورمال هاك صح، يروحوا ما يروحوا باش تعرف خاوتي لو برومي فواياجور في لو موند هما الرواسة، ما كانش واحد يفواياجي قدام. بصح ما يروحوش، مثلا نحكي لوجيك، ما يديبلاسيوش، ما يروحوش فاكونس هما لوروب بزاف، هو غالي عليهم لوروب، هم يروحوا لتونس. ما تعرفش الرواسه برك جلال خويا، ما شوف تعرفش انني شوف عايش مع الرواسه لهنا، شوف انا نعرف انا البنات، نعرف بنات، نعرف ذكوره اللي شوف تحكي معها، شوف نعرف انا وحده عايشه كانت في شيكاغو، راحت لندن، راحت شوف لباري، راحت شوف وما حبش تعيش، قلت نعيش في بلادي. شوف أغلبية الرواسة نقول لكم تلقاهم، أنا نعطيكم تلقاهم، تلقاهم يعرفوا شرم الشيخ كل نهار، كانوا طايشين في شرم الشيخ ومصر. هذوكم الشهاره، الرواسة الشهاره ياس البيوت، نحكيك حكايه جلاله، تعرف المرشود كافي روسيا كم يحبس لكش
كي تقولوا ما عندك لاري ينزلك، ما تقولوش ما يحبس. انا ما قلتلوش ما حبس ليش، قلت له حبس، قال لي ما نحبسش. قال لي يعني قلت ما حد ما رجع عليا. قلت له نسقسيك حاجه، قلت له في الان سما الناس اللي عايشين لهنا، قلت له خي كاين اللي يشوف وكاين العور وكاين اللي طرش. قلت له انا طرش، قلت له انا ما نسمعش، قلت له ما عندي الحق. سمعتش. قلت له يا كيما قلت له يا قلوفوي نيصلي شو فهمني. قلت له درك نعيط لابوليس باسكو انت يا سما شغل حقرتني انا يا انسان ما نسمعش، انت حقرتني يا خويا انت مشكل، انت براها ركب انت لي طب مشكل السماحه. يا انا خويا، ما براها انت نراطيش ما نراطيهمش. خاوتي، براها في انا كاسا خلا دار. واحد حمق في البيس اللي قاعد يسوق في البيس قاعد يعيط ولي يسلكوني ما سلكوش، شبعت فيه تبان. قلت له تقين نركب معاك، قلت له ديجا ماكش عاطيني راسي انا وساعي. قلت له قال لي نمشي معاك اون نوار. قلت له ما عباش بيك انت، اسكو عندك الكوارت ما عندكش؟ صح، قلت له اعطيني التيكي تاعي. فانا اعطيتك 2800 روبل، انت عندك لازم تعطيني تيكي باش سما نقبل بال 2800 باللي ماهيش خساره كوني صار لي اكسيدون في الطريق. وشنو حيت علاه المنظور انتم ركبتيو بلا بي لا والو، ركبتيو بركه. مارشوت كان ما فيهاش البي، انت تحكي كان على غير الاوتوبوس مارشوكا اخي باش كان كيما ليبيس الصغار وكان ليبيس الكبار تاع الدوله. ليبيس تاع فهمت الدوله هذا، بكل فيهم التيكي، بصح اللي ماشي تاع الدوله ما فيهش تيكي. انا فهمت قلت له هذا. اعطيني التيكي تاعي، قلت له انا نمشي قانون. شاف معايا كا وبدا يدير، قلت له امشي واسكت ما لم تهضرش معايا. قلت له تطبقوا القانون، قلت له نعيطوا للدوله ونطبقوا القانون. قلت له روح لا امشي برا. كيبي. قلت له نكتب لك زايفري. انا ما نعطيهاش ما نكذبش عليك، انا ديما يا خويا ايه شوف انا المراه كرهت مني انا على بالك. انا اول ما جيت لوسيس قابلت مع الاخر مع كيف اسمه تاع ناتشان هذاك تاعهم، المديرة ايه تاع قال لي نبعثك تروح دي بارتي. قلت له ليه تقدر دير انت دي بارتي؟ شكون انت دير لي دي شفت بارتي؟ وشي هذا، ما فهمتش شفت وشي ها هذا الثاني كذا، شفت وشي مش حاكم هذا الشيء. ناتشانيك تاع لابوليس حاكم تاع البوليس. هادي هو اختراك كي جيت لهنا اخي، لازمك ديكلاري قبل 7 جور، تروح للبلاصه اللي بعثوك فيها سجل ديكلاري. سجل تم يعطيني في القوانين، قال لي على بالك باللي سماكم ما لقاكش في الدار 3 جور ورا بعضهم، قال لي ندير لك، قال لي نبعثك تروح. قلت له انت شكون حتى تبعثني نروح؟ هي شوف بان فهمك حاجة قانونيا، كوما يعني تدبرش. شغل انا جاي شغل مسنطح، شغل انا شغل غادسني روحي انا تا تجي شيكر عليا ما شيل شغل. انا على فهمت بالي بلي عليك. عنده الحق، بصح انا شوف كيف خلصتها له. كي قلت له من بعد قلت له قداه اليوم؟ قال لي 3 جور. قلت له يا داكور، قلت له 3 جور، قلت له يكفيني الحال. قلت له كي تجي اول نهار؟ قلت له تعيطني الحاجه تقول لي جو لا بوليس. قلت له غدوه نجي انا. قلت له ما عندكش الحق باش تبعثني الروح. قال لي اشتراف. خويا جاي من بس نطيح، جاي بالدزاير ماد ان ليسونسيك سنطيح. كنت لك البروسي. قلت له ليسونسيك ما تبعدنيش الروح، قلت له عندك الحق 3 جور. قلت له 3 جور انا ني، قلت له بيناتنا 300 كيلو، قلت له نحكم الطاكسي ونجي. قلت لكم اخوتي تعمل هذا مين جا عندي؟ مليح، والله مليح اخويا. انت شغل واحد خير، ساعات الوقت لازم كيما هاك، لازم الواحد وانا شغل نخدم مع الناس، شغل نعرف شويه ناس، ما نعرف شويه جماعه منه من فهمني. ما دي فوانا دوك نعرف واحد شغل شي كور فهمني، ما نخافش ما نعيط برك. سمع حبيت تقولها بين روسيا فيها سيك الكتاف كيما في الجزائر. شوا روسيا اكثر من الجزائر في الكتاب. روسيا تعرف واحد تبارك شويه ها شاف في بلاصه خلاص. تعب تولي شغل فارض روحك. اسمع لا انا كاين دي كرين خويا توحد ربي، كي نخدم ونتفرج انا وحد ربي لا باك فيه يخدموا الناس كي يدخلوا في الصور ده. لا انا شوف لا انا يدخل الصور دي يبعثوني الروح.